بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. التطوع تعارف عليه العلماء رحمهم الله بأنه النفل الذي ليس بواجب، صوم الأيام التي لا يجب صومها شرعا وإنما يستحب، والأيام المنهية عن صيامها نهي عن صيام يومي العيدين، يومي عيدي الأضحى وعيد الفطر، وكذلك نهي عن صيام أيام التشريق، وكذا إفراد الجمعة بالصوم وإفراد السبت وحده بالصوم، وهكذا الأيام التي نهي عن إفرادها بالصوم يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. التطوع فعل الطاعة مطلقا، وأطلقه الفقهاء على نوافل العبادات من صلاة وصدقة وصيام وحج، وفيه فضل عظيم لما يحصل به من الثواب وتكفير السيئات وكثرة الحسنات وترقيع الواجبات. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. في تكفير السيئات، تطوع بالصلاة، التطوع بالصيام، التطوع بالحج، التطوع بالزكاة، وهكذا التطوع فيه زيادة الحسنات وفيه تكفير السيئات. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفيه ترقيع للواجبات، هذه نعمة من الله جل وعلا على عباده. فمن قصر في الفرائض ينظر إن كان له نوافل فتتمم الفرائض من هذه النوافل، كما جاء في الحديث أن الملائكة تقول: يا ربي إنه قصر في الفريضة كذا، فيقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من نافلة، فإن كان له نافلة كملت الفرائض منها، وإن لم يكن له نافلة فالخسارة عليه. والله جل وعلا يقول: فمن تطوع، يعني زاد في الواجب تطوعا مشروعا، فهو خير له. وليست هذه خاصة بالسعي، بل هي عامة في جميع الطاعات الوارد التقرب بها. وأما السعي فلم يرد التقرب به زيادة على ما أوجبه الله جل وعلا 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة، وما عدا ذلك فلا يجوز الزيادة على ذلك. أما التطوع بالطواف، التطوع بالعبادات الأخرى، فذلك مشروع. نعم. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد عن الواجب بنوافل العبادات فهو أعظم، لأن الخير اسم جامع لكل أمر نافع. وقال تعالى في الحديث القدسي:
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري. سبب أن التقرب بالنوافل سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده، وكلما تقرب العبد إلى ربه بالنوافل أحبه الله. نعم. قال الإمام أحمد: الصيام أفضل ما تطوع به لأنه لا يدخله الرياء. يقول: الصيام أفضل ما يتطوع به العبد لربه جل وعلا، لأنه قد يصوم ولا يدرى عنه أهو صائم أم مفطر، فلا يدخله الرياء. نعم. وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، وقد ورد في فضله أحاديث شريفة، منها ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله جل وعلا خص نفسه بالصيام بإضافته إليه دون سائر الأعمال تنويها وتشريفا وتفخيما له. ثم هذا تشريف وتكريم للصيام بأنه أضافه جل وعلا إلى نفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام يجزي الله جل وعلا به، وذلك أن الصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة: الجوع والعطش. وأنواع هذه الصبر كلها تجتمع في الصيام، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ثم تولى عز وجل جزاء صاحبه بلا عدد ولا حساب، ذلك أن الصيام سر بين الله تعالى وبين عبده لا يطلع عليه سواه. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، لأن الصيام لا يظهر للناس، فقد يصوم المرء الأيام المتوالية بينما لا يعلم عنه، لأنه مخلص لله جل وعلا في صيامه. وكلما أخلص العبد لربه كان ثوابه أعظم وأكثر ثوابا وأكثر بالحسنات عند الله تبارك وتعالى. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم ولم يروه البخاري رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. تكفير السنة الماضية هذا وارد في كثير من الأحاديث، وأما تكفير السنة المقبلة فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال صلى الله وقال جل وعلا في الحديث القدسي لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمغفور هو السنة الماضية، هذا لا إشكال فيه،
وأما الغفران الذنب في السنة الباقية فهذا غفران لما تقدم وما تأخر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل بدر. إذن ما معنى قوله غفرت له الذنوب السنة الماضية والسنة الباقية؟ قيل إن الله جل وعلا يحفظه في السنة الباقية المقبلة فلا يأتي بذنب يستحق الغفران. قيل هذا والله أعلم. وأن الله يعصمه من الذنوب ويسلمه منها فيسلم منها بإذن الله. نعم. مفردات الحديث. عاشوراء فيه ألف التأنيث الممدودة وهو أفصح من القصر، وعاشوراء من باب الصفة التي لم يرد لها فعل. والتقدير صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وذلك أن صيام يوم عرفة شرع محمدي عليه الصلاة والسلام، فصيام يوم عرفة جاء في الشريعة المحمدية فقط، وأما صيام يوم عاشوراء فقد جاء في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله حيث نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون وأعوانه، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه موسى عليه السلام شكرا، ونحن نصومه شكرا لله حيث نجى الله موسى ومن معه وأهلك فرعون وأعوانه. فلذا قال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وأما صيام يوم عاشوراء فهو يكفر سنة لأنه أقل مستوى من صيام يوم عرفة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين حيث جاء استحباب صيام يوم الاثنين، فقال: يوم ذاك ولدت فيه وأوحي إلي فيه. فهو صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، فنشكر الله جل وعلا حيث ولد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، والختم بالولادة والفرح بها والسرور مطلوب، وليس لنا أن نشرع هذا لكل أحد، بل هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وخاص بالصيام، فلا يجوز لنا الاحتفال بيوم الاثنين بيوم الولادة، وإنما علينا أن نسر ونفرح بولادته صلى الله عليه وسلم وببعثته صلى الله عليه وسلم، فقد حصلت النجاة والسلامة لهذه الأمة بولادته صلى الله عليه وسلم وببعثته صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم عظمه الله، فنحن نعظمه لهذا، ولا يجوز لنا أن نقيس على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يشرع لنا الصيام يوم ولادة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، لا يسوغ لنا الاقتداء بهذا والقياس عليه، كما لا يجوز لنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال بولادته بدعة، وإنما علينا الصيام شكرا لله جل وعلا. فهو صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ووحي إليه يوم الاثنين على تمام 40 سنة من ولادته صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن عليه يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. فاستحب لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله
بصيام هذا اليوم المبارك. نعم. عاشوراء فيه ألف التأنيث الممدودة وهو أفصح من القصر. عاشوراء ألف تأنيث ممدودة عاشوراء بخلاف عاشور فليس فيه ألف تأنيث. عاشوراء فيه ألف تأنيث مقصورة فهو ممدود أولى. نعم. وعاشوراء من باب الصفة التي لم يرد لها فعل والتقدير يوم مدته عاشوراء أو صفته عاشوراء وهو مأخوذ من لفظ العاشر عند جماهير العلماء فإنه اليوم العاشر من شهر محرم وقيل إنه التاسع من محرم مأخوذ من إضماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا والقول الأول أرجح وأشهر عند العلماء وجمهور المسلمين وهو اسم إسلامي لا يعرف بهذا الاسم في الجاهلية هو من أسماء الإسلام عاشوراء من أسماء الإسلام لا يعرف بهذا الاسم في الجاهلية وإنما عرفه الإسلام بأنه يوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر من محرم. نعم. بعثت فيه وأنزل علي فيه هما معنيان مترادفان والدليل الرواية الأخرى في مسلم يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه بعث وأنزل عليه الوحي في يوم يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ما يؤخذ من الحديث واحد في اليوم في الحديث استحباب صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية أما السنة الآتية فإن تكفير السيئات في المستقبل من العمر لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الذي هو قبل نزول هذه الآية وما تأخر ما يأتي مستقبلا فإنه مغفور صلى الله عليه وسلم وكان من ميزته وصفته صلى الله عليه وسلم أنه عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما تقول الملائكة والرسل حينما يتبرؤون من الشفاعة في عرصات القيامة ويذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وكذلك لأهل بدر فقد جاء في الحديث القدسي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال العلماء معنى هذا الحديث يوم بدر غفر الله جل وعلا لأهله ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر كما جاء في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب لكفار قريش إن محمدا توجه إليكم قال عمر رضي الله عنه بعدما سل سيفه يا رسول الله مرني بأن أضرب عنقه فقد نافق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يأخذ الأخبار والعيون عن قريش حتى يفجأهم صلى الله عليه وسلم لما توجه إليهم لفتح مكة حتى يفجأهم ويفاجئهم فلا يمكنهم الاستعداد له صلى الله عليه وسلم فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يا معشر قريش إن محمدا توجه إليكم فأخذ عليه عمر رضي الله عنه ذلك وقال هذا ذنب هذا كبير من كبائر الذنوب هذا خيانة لله ولرسوله يستجب أن أقتله فأذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه فقد نافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر لا تسارع مهلا يا عمر
وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب رضي الله عنه من أهل بدر فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقدم قبل بدر وما تأخر مثل هذه الزلة وغيرها من الزلات التي تحصل ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال العلماء معنى هذا الحديث أن يوفق صائمه ويعصمه فلا يأتي بذنب، أو يوفقه لأعمال صالحة تكفر ما يقع فيها من الذنوب. ثانيا، صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء. ثالثا، صيامه مستحب لغير الحاج الواقف بعرفة لما روى الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني الحاج لا يستحب أن يحق أن يصوم في حقه يوم عرفة، لأنه مطلوب منه أن يتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله، بخلاف ما إذا صام يوم عرفة فإنه يكون ضعيف ويكون فيه كسل ويكون فيه نوم، فلذا نهي عن الصيام. وقد تساءل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو الله ويتضرع إليه بعد العصر، أرسلت أم الفضل بنت زوجة العباس رضي الله عنها بكأس من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وواقع بعرفة، فتنظر وينظر الناس هل يشربها أو لا، فشربه صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فعند ذلك أيقن الناس أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. نعم. وكراهة صوم يوم عرفة بعرفة مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. صام المرء في يوم عرفة بعرفة يجاز له ذلك، لكنه خلاف الأولى، فيكره صيام يوم عرفة بعرفة ولا يحرم. والكراهة واردة في بعض الأشياء، يكره فعل الشيء ولا يأثم في ذلك. ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. رابعا، يدل الحديث على استحباب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. خامسا، صامه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا قبل صوم رمضان، كان واجب على المسلم أن يصوم يوم عاشوراء وجوبا حتميا، ثم لما فرض رمضان نسخ الله صيام يوم عاشوراء وصار في حق المسلمين نفلا وطاعة وقربة لله جل وعلا ولم يكن واجبا. خامسا، صيام عاشوراء يكفر سيئات السنة التي قبله، ذلك أن فضله أقل من فضل يوم عرفة، وفضل صيامه أقل من فضل صيام يوم عرفة. سادسا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولذا استحب جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد الجمع بالصيام يوم بين التاسع والعاشر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قال له المسلمون يا رسول الله إن هذا اليوم تصومه اليهود وأنت أمرتنا بمخالفتهم،
فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل إلى السنة القادمة لأصومن التاسع أي مع العاشر، مخالفة لليهود. فلذا يستحب للمسلم أن يصوم التاسع للمحرم والعاشر من محرم مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومون اليوم العاشر ونحن نصوم العاشر والتاسع. ظاهر الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب، به قال بعض العلماء، والجمهور على التكفير يكفر السنة الماضية والباقية. ما المراد بالتكفير؟ هل يكفر السيئات الكبائر والصغائر وكل سيئة تكفر بصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال يكفر السنة الماضية والباقية بالصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها. وبعضهم عمم الصغائر والكبائر كلها تكفر بصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، ولعل الأول أصح لأنه جاء في الأحاديث ما اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، والسحر والكهانة وغيرها من الكبائر، كفر الله السيئات الصغائر. فالكبائر والذنوب إذن نوعان، الذنوب نوعان: كبائر وهي عظائم الذنوب المهلكة، وصغائر وهي صغائر الذنوب التي تكفر بالأعمال الصالحة. قالوا عاشوراء ويوم عرفة يكفر الصغائر فقط دون الكبائر، لأن الكبائر ما الذي يكفرها؟ التوبة منها. إذا تاب العبد من كبيرة التي اقترفها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، إذا اجتنبها كفر الله صغائره بالأعمال الصالحة. وأما إذا لم يجتنب الكبائر ومات عليها فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكبائره. والذنوب كما تقدم نوعان: كبائر وصغائر. ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ الكبائر ما توعد الله عليه بعذاب أو بنار أو وعيد، هذه كبيرة، كالكذب والغيبة والنميمة وشرب الخمر والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. والصغائر ما لم يتوعد صاحبها بشيء من ذلك، كالتخلف عن المبادرة للمسجد مثلا، أو مثلا تخلف عن تكبيرة الإحرام، أو تقصر في شيء من المستحبات، هذا يعتبر صغيرة بحقه، أو كبيرة، أو ذنب، أو كذب لا يمس أحد، لا يناله، لا يدخل في عداد المنافقين. فالمنافقون من صفتهم أنهم يكذبون كثيرا، فيتولون الكذب ويقولون بالكذب، فهم مضالون في ذلك مخطئون. فالكبائر إذن نوعان، الذنوب نوعان، نوع كبائر ونوع صغائر. فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة والخطوات إلى المسجد والوضوء وغير ذلك، والكبائر لا يكفرها الله إلا بالتوبة منها. فإن مات عليها مصرا عليها فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر، وقالوا على هذا، والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر. يقول السائل: كيف تحسب زكاة التجارة المعروضة؟
بحسب قيمتها التي تساويه الآن، لو بيعت لو أراد بيعها بحسب ما تساويه. فمثلا إذا كان عنده تجارة ينوي بيع الواحدة منها 15، لكن لو أخرجها للسوق فلا تساوي إلا 12 ريال، فعند حسب حساب التجارة والزكاة يحسب القيمة التي لو باعها به الآن كم تساوي، فيقول مثلا لو أردت أن أبيعها الآن فأبيعها 12، لكن لو صبرت عليها بعتها 15 وأنا اشتريتها 10، نقول عليك أن تزكي المال الذي يساويه الآن. هذا هو الزكاة، والزكاة سواء حال الحول على هذا المال أو لم يحل، لأن الحول حول التجارة، مثلا إذا كانت التجارة تذهب وتجي ويزيد وينقص فيحسب عند تمام الحول كل ما عنده بقيمته ثم يزكي القيمة. يقول السائل: هل التوبة إلى الله عز وجل تشمل جميع الكبائر والخطايا؟ قد يتوب المرء من كبيرة ولا يتوب من الكبيرة الأخرى، فما تاب منه يحسب له بإذن الله، وما لم يتوب منه يبقى في ذمته، كأن يكون يتعامل بشيء من الحرام ويتعامل بنقص الزكاة، فتاب من نقص الزكاة ولم يتم من تعامل بعض الحرام، فيحتسب توبته الصادقة في الزكاة، وأما في المال الحرام فإنه لم يتم منه، فيجوز للمسلم أن يتوب من بعض الذنوب ولا يتوب من بعض، مع أن الواجب عليه أن يتوب من كل الذنوب بإذن الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي وهذا من أجل بناء سكن أو للزواج؟ أولا، الأخ إن كنت ترثه فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، وإنما تساعده من حر مالك. أما إذا كنت لا ترث أخاك فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، كأن يكون الوالد موجود فإنك لا ترث أخاك، أو له إخوة أشقاء أقرب منك وأنت أخ لأب، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة. فالزكاة لا تصرف للوالد لمن ترثه، أنت لا تصرف له. ثم إنه لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك لأجل كذا الذي ينويه، بخلاف ما كان لزمه، فإذا لزمه المهر لزمه المهر واستدان من أجل المهر فيستحب أن تعطيه من زكاة مالك. أما إذا قال: أعطوني زكاة مالكم، أنا أريد أدفع مهرا لزوجتي، فنقول: لا، حتى تكون مدينا بهذا. وكذا سكن البيت، إذا أراد أن يبني بيتا قال: اجمعوا لي زكاة أموالكم، نقول: لا نعطيك زكاة المال حتى تكون مدينة، لأن المرأة قد يجمعها ليصرفها في كذا فيوجهها إلى غير ذلك، فيعطى المدين بشيء من ذلك. يقول السائل: نذرت ذبح خروفين، فهل يصح ذبحهما في عيد الأضحى بنية واحدة، النذر والأضحية؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أن تذبحها بنية واحدة، ما دمت نذرتها فالنذر وجب عليك بإيجابه كإياه على نفسك، وليس واجبا عليك بأصل الشرع، فيجب أن تفرده وحده، ولا يجوز لك أن تجعله مع الأضحية. يقول السائل: هل زيارة عرفة وغار حراء وجبل أحد مشروع أم لا؟ لا يا أخي، ليس مشروع زيارة عرفة ولا زيارة غار حراء،
ولا غار ثور ولا جبل أي جبل من الجبال لا تشرع إلا زيارة عرفة في يوم عرفة، هذا هو المشروع. وأما من حيث الجواز فيجوز لك أن تذهب إلى عرفة لأجل أن تراها وهي خالية من السكان، أو تذهب إلى غار حراء لترى المكان الذي يحتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الناس يتعبد الله جل وعلا فيه، فيجوز لك أن تذهب إليها على سبيل الفرجة والنظر والاطلاع لا على سبيل العبادة. فرق بين العبادة وبين العادة، فلك أن تذهب إلى عرفة في أي يوم من الأيام لتراها وتعرف مكانها وتعرف ما فيها من العلامات، أما أن تذهب إلى عرفة لأجل أن تصلي فيها أو تتعبد ربك فيها في غير يوم عرفة فلا يجوز ذلك. يقول السائل: هل يجوز العمرة في شوال إذا كانت عن أبي؟ العمرة تجوز في سائر أيام السنة، ما في يوم تمنع فيها من العمرة أبدا، العمرة جائزة، لكن احذر أخي التكرار، التكرار هو المحذور، أن تكرر العمرة، أن تقدم أنت بعمرة اليوم ثم تخرج تأتي بعمرة غدا عن أبيك وعن أخيك. يقول السائل: رجل تعين في وظيفة بالدولة لكنه قام بتزوير شهادة ميلاده، ثم بعد عامين عرض على الجهات المختصة شهادة ميلاده الأصلية فأمروه، فما حكم راتبه الذي يتقاضاه؟ لا يجوز للمسلم أن يغشش في شيء ما، وإنما يكون صريحا، وعليه أن يرجع إلى من يقبله وينهى ليخبره بما حصل، فإن أذن له تم ارتفع الإثم، وإن لم يأذن له فهو آثم. يقول السائل: خرجت من بلدي وحلفت ألا أعود إليها ولعنت من يعود إليها، أي قلت لعن الله من رجع إليها وعدت إليها مجبورا، فماذا علي؟ إذا عدت إليها باختيارك وأنت حلفت ألا تعود إليها فعليك أن تكفر يمين، كفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فعليك أن تصوم 3 أيام. وأما إذا عدت إلى بلدك مرغما لا بخيارك فليس عليك شيء. يقول السائل: نحن راجعون غدا إلى بلدنا بعد قضائنا لشهر رمضان وأدينا العمرة، فماذا توصينا؟ أنصحك بتقوى الله جل وعلا، واحرص أخي على الاستمرار في الطاعة كما وفقك الله جل وعلا في مكة، واحذر أن تسود صحيفتك بعدما بيضتها بالتوبة والصيام وقراءة القرآن والاستغفار والذكر، لا تسودها بالسيئات، احذر هذا، فالسيئة بعد الحسنة قيل أنها تؤثر عليها، والحسنة بعد الحسنة دعامة على قبول الحسنة الأولى بإذن الله، فإذا وفقت للقيام بالحسنات فأبشر بالخير، وإذا نسيت الحسنات التي عملتها وأتيت بالسيئة فهذا قد يكون دليلا على عدم قبول حسناتك السابقة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أرمي خبزا قديما في القمامة لأني لست من أهل هذه البلد ولم أجد أيتاما أضعه، وجزاكم الله خيرا؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تضع الطعام في القمامة، لأن الطعام إذا وضعته في القمامة لن يأكله أحد ولن يستفيد منه أحد، وإنما أضعه في مكان نظيف لعل أحدا يأتيه، أو عرضه على من تظن أنه فقير لعله يستفيد منه،
واحذر أن ترميه، لأن هذا من الاستخفاف بالنعمة التي أنعم الله بها عليك. يقول السائل: هل الذي يتهاون في الصلاة المكتوبة عليه القضاء؟ هذا في تفصيل، إن كان يترك الصلاة بالكلية وتركها أياما متوالية فهذا والعياذ بالله لا يصلح أن يقضي ولا يستجاب له في قضائه. أما إذا كان تركها لعذر يظنه عذرا وليس بعذر أو لمرض ونحوه فعليه أن يبادر بالقضاء، ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ما دام عقله باق فلا يجوز له التهاون بالصلاة، بل يجب عليه أن يستمر فيها ويحافظ عليها، فإن تهاون فعليه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: هل القتل عمدا يغفره الله؟ يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها، والتوبة الكاذبة لا تنفع صاحبها، كالذي يتوب في وقت دون وقت أو يتوب لأنه لم يتيسر له فعل المعصية، هذا لا تنفعه توبته لأنها كاذبة. فعلى العبد أن يصدق في توبته ويرجو الله جل وعلا المغفرة، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أكثر السيئات وأكثر العمل بها أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. وعرفنا قصة الرجل الذي قتل 99 شخصا ثم كمل بالمئة، فجاء إلى من بعده فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. والتوبة تجب ما قبلها، فعلى العبد المسلم أن يحرص ويبادر بالتوبة النصوح الصادقة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: هل يجوز صيام عاشوراء إذا صادف يوم السبت؟ نعم يا أخي، يجوز أن تصوم أي يوم من ورد فضله، سواء صادف يوم السبت أو الأحد أو غيرها، لأنك صمته لا على أنه يوم السبت، وإنما صمته لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك من الأيام. يقول السائل: هل الذي يموت مريضا بالبطن يعتبر شهيدا؟ ورد في الحديث الصحيح أنواع الشهداء: المبطون وغيره، فيرجى له الخير ولا يجزم له بذلك. يقول السائل: إذا صليت منفردا عند القيام من الركوع لا أقول سمع الله لمن حمده، ولكن أقول فقط ربنا ولك الحمد، هل الصلاة صحيحة؟ يجب عليك أن تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا رويت بألفاظ عدة، لكن يجب عليك أن تقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا اللفظ واجب على الإمام والمنفرد وليس بواجب على المأموم. فإذا صليت منفردا فيجب عليك أن تأتي بهذا، لكن لو تركتها سهوا أو جهلا أو نسيانا فلا بأس عليك، وتجبرها بسجود السهو إن ذكرت ذلك. يقول السائل:
صليت في الفندق عددا من الصلوات، وبعد ذلك تبين أن القبلة غير صحيحة، فما حكم صلاتي؟ هذا لا يخلو، إن كانت القبلة غير صحيحة كان تكون القبلة هكذا وأنت صليت على خلافها عكسها يعني، أو تركتها على يمينك وعلى شمالك، فهذا يجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها فيها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجتهد في القبلة داخل البنيان، وإنما الاجتهاد في البر. إذا صليتها في البر ثم تبين لك خلاف ذلك فليس عليك بأس، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا صليتها في البيت على غير القبلة في البلد فلا تصح، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.